خاطبت قوى الأمن المركزي للمتظاهرين محيين لهم لأول مرة. نعم توفيق، أولا أبدأ لك بالشأن العسكري. طبعا كما قلت الآن في الخبر بأن هناك قصف عنيف والحقيقة استخدمت فيه القذائف والمدفعية والدبابات، وأيضا استخدم اليوم قصف بالطيران رغم أنه كان من أسابيع كثيرة لم تقصف أرحب ونهم بالطيران، كان توقف هذا الأمر. وطبعا قصفت مناطق نهم وأرحب وقرى في هذه المناطق مما أدى إلى سقوط جرحى، ويبدو أن المنطقة أرحب ونهم لا تزال حتى هذه اللحظة يعني مناطق لقصف القوات الموالية لصالح، خاصة في معسكر الصمعة التابع للقوات الحرس الجمهوري الذي يتبع أو يرأسه نجل الرئيس اليمني أحمد. بالنسبة أيضا للعاصمة اليمنية صنعاء، في الجزء الشمالي من العاصمة اليمنية صنعاء أيضا اليوم فجرا رغم الحديث عن هدنة وعن توقف وعن هدوء من قبل وسائل الإعلام التابعة للنظام اليمني، إلا أن هناك اليوم كان قصف في مناطق الحصبة وصوفان في المناطق أيضا المجاورة لمنزل الشيخ صادق الأحمر زعيم قبيلة حاشد، وأيضا منزل حمير الأحمر في حي صوفان وهو طبعا نائب رئيس مجلس النواب، وأيضا جرت اشتباكات عندما حاولت قوات موالي للرئيس علي عبد الله صالح ومن يوصفون بالبلاطجة بالتقدم في هذه الأحياء. وللمعلومة أيضا بأن قوات صالح تقصف من جبال مطلة على مناطق حي الحصبة وصوفان يسيطر عليها معسكرات الحرس الجمهوري، وهي تقصف هذه المناطق بالمدفعية وبالدبابات وأحيانا بصواريخ الكاتيوشا، ولكنها عندما تريد التقدم إلى هذه المناطق لدحر أنصار الأحمر منذ نحو 3 أشهر لا تستطيع اختراق هذه المناطق والمواقع. طبعا أيضا للرصد لم نشهد خلال اليومين أو اليوم الماضي وهذا اليوم أي هجمات من قبل القوات الموالية لصالح أو قصف على الفرقة الأولى مدرع. طبعا في تعز كما يحدث كل يوم من الواضح أن القوات الموالية لصالح تقوم أيضا بقصف مناطق الروضة والمسبح والمناطق المجاورة لساحة التغيير بصنعاء. هناك أنباء عن ضحايا، طبعا لم نحصي حتى هذه اللحظة هؤلاء الضحايا، ولكن فجر اليوم كانت تعز تتعرض للقصف أيضا في وقت مبكر من صباح هذا اليوم. بالنسبة أيضا للمظاهرات، المظاهرات طبعا مستمرة، اليوم خرجت في صنعاء مظاهرة حاشدة وكبيرة، وكان يتوقع حقيقة أن تقوم قوات الأمن والبلاطجة بمهاجمة هذه المظاهرة، إلا أنه طبعا من الواضح عاد المتظاهرون هم يستغربون على تلك الطريقة التي قامت بها قوات الأمن بتحية المتظاهرين، وكانوا ينادونهم بمكبرات الصوت يعني قولوا ما تشاءون يمكنكم التظاهر ولكن إياكم أن تخربوا شيئا، إياكم أن يكون بينكم مدسوسين. وطبعا التقطنا نحن في الصور كما شاهدتم إذا نحن أرسلناها إليكم مصوري وسائل الإعلام اليمنية وهي تقوم بتصوير القوات الأمن المركزي وهي تحيي المتظاهرين بمكبرات الصوت ربما للقول بأنها لم تتعرض لهم. شكرا لك أحمد الشلفي في صنعاء.